إذا السلام عليكم ومرحبا بكم وعليكم في برنامج ديالنا اللي هو وجهة. واليوم معنا مروان محسن، كلية الاقتصاد والتدبير. كم ممكن مروان براسك؟ السلام عليكم. اسم محسن مروان، طالب السنة الثالثة اقتصاد علوم التدبير. شغل لي العمر ديالي 25 سنة. ومن أين مدينة ساكن؟ فين مدينة ساكن؟ مدينة صار فين أخ مروان؟ شنو التخصص ديالك أنت؟ التخصص ديالي بيزنس تخصص ولا ماذا؟ التخصص ديالو جيستيون ايكونومي، اقتصاد وتدبير. وشنو الهوايات تاعك مثلا؟ شنو كدير زعما غير مازال ما ندخلش القرايه، نبداو غير في البيرسونيل زعما. الهوايه ديالي كدير في الوقت تاعك؟ الهوايه ديالي كندير كور دو سوار في المات والفيزيك والسونس والفرنس. تقول لي داكشي عندك في الدم تعجبك؟ صار فينا اخا مروان. لك ممكن سميتو زعما تقول لنا كيفاش دازت القرايه تاعك حتى لدابا؟ كيفاش المسار تاعك؟ المسار الدراسي ديالي خاصة في بدا من نقولوا هو من جهة مشترك، ان لما كنا قرينا في الثانوية ديالنا غازي كان بزاف تاع التغير على مستوى الإدارة. هادشي اللي كان خلانا ندمجوا في عدة أنشطة ثقافية واجتماعية ياك ورياضية، بحال ان كنا كنتعاونوا حنا والاساتذه كيعاونونا كنجمعوا انا عندي واحد جروب ياك، كنا نديروا دي زاكتيفيتي سوسيال، كنمشيو نشوفوا نزوروا الدراري في المدخل اللي عندهم، بزاف ديال الاعمال الاجتماعيه. في نفس الوقت كنا كنورغانيزيو كيديروا لنا حتى دروس الدراري، فهمتي يعني باش ما يبقاوش الدراري يبقاو عندهم وقت بحال السبت العشيه وما قراوش، كنا نديروا الدروس تاعهم وشي هكا. ولكن في القرايه شنو كنتي كدير زعما؟ شنو هما شنو التخصص اللي كان عندك ديك الساعه في السانكيام وكذا؟ التخصص شنو شعبك؟ التخصص علوم فيزيائيه. التخصص علوم فيزيائيه. هاو السيزيام كيفاش داز القضيه وفي الباك؟ صراحه البكالوريا كنت كتبغي توجد بزاف، كتبغي توجد بريباراسيون، خصوصا كان بزاف ديال لي شونجمون اللي كانت تغيرت من جهه الدار البيضاء ستات، من جهه الشباب اللي غادي جات دار البيضاء ستات كان تغيروا على مستوى الامتحان، بزاف ديال الدروس ضافوا، وكان حتى البروغرام كيكون عندنا عامر ماشي بحال دابا ولاو هاد العامين الاولى ثلاث سنين الاخرى اللي كنقصوا الدراري في البروغرام بزاف. حنا كان عندنا البروغرام تخي شارجي وفهمتو خصك تخدم ديالك صح. كنتي كنتي درتي يعني سيونس فيزيك ياك في الباك؟ كنت سيونس فيزيك. وعلاش خسرتي زعما كيقول لي علاش خسرتي لافاك ديال ليكونومي مورا باك؟ لا حيت قريبه ليا الصراحه، كانت تقريبا في المدينه ديالي. هادشي علاش كنت غندير لابيولوجي، كان كيعجبني لابيولوجي، ولكن كتشاف انها بقى في سطات، كانوا شي ظروف خلاونا نبقى في سطات. الحمد لله حنا مواكبين العصر. شنو كدير بعدا في الترونسبور ياك؟ ما كتحنسر فيه زعما؟ لا الترونسبور موجود، ممكن توحش معاه. ممكن تحتاج كاين الترونسبور موجود، كاين لي طاكسي لي بيس يعني عادي. مثلا في البيس شحال كتخلصوا لابونمون ديالو؟ لابونمون ديال البيس 100 درهم باغ مو، 100 درهم الشهر. 100 درهم الشهر، كنت تبع دير دولين كتخلص 150 درهم. يعني كاين واحد البيس كيجي تقريبا من الكارتي ديالك كتسول حتى السنتر، واحد اخر كيديك الفاكولتي ديالك. فين ساكن انت بعدا بالضبط؟ هذا مفتاح الخير. مفتاح الخير وغلاقة. كديت الخير. مفتاح الخير وغلاقة هذا التران. صاف. كديت تما كيرك؟ لا ممكن تشتلت، ممكن مشي وحدة سلطانة حي السلام واحد، ممكن عودة مثل ما في بيس عادي، وكنت تحدى السنطر في وكتاخد بيس الاخر ويديك لافر. و مثلا القرايه ديالك دابا مثلا ها انت قاعد مني غادي تخرج، شنو زعما شنو كتخرج شنو كيخرجوا مثلا، شنو كتكون الوظيفه تاعك مورا ما كتخرج؟ بالنسبه للتمييز اللي كاين في شعبات الايكونوم ياك، بالنسبه للاقتصاد بصفه عامه سواء التدبير سواء التسيير ياك، كاين فيها زوين انك ممكن تاخذ لا دوك ديالك يعني باك بيس ديال تاخذ ان شاء الله تمشي تكمل لي زيكول سوبيريور بحال لانسا بحال ليسكا او بحال لانسيجي، ولا تاخذ لا ليسونس ديالك
داكشي يدفع لي كونكور حيت دابا بالنسبه للايكونومي عارف ان البلاد كيقوم على العالم كامل كيقوم على الاقتصاد على الايكونومي يعني تقدر اما تمشي تقلب على امبلوا ديالك ياك تقلب على خدمه ولا تمشي تكون دوز دي ماستر وكاين شنو كيكون مثلا شنو كيكون شنو هو البروفيل اللي كيكون عندك انت شنو كتسمى كتسمى طالب مجاز في علوم الاقتصاد والتدبير هذا الاختيار الاجازه ديالك وشنو الخدمه اللي تقدر تخدم بالشعبه ديالك انت الشعبه ديالنا حنايا كتقدر تخدم في لي سيستم بانكير في لا بانك تقدر تخدم في اي اداره دابا ليكونومي المهم كشي يتعلق بلا فينونس الماليه والتسيير لا جيستيون بحال لا جيستيون دي زونتربريز ديريكتور ديال جي سوسيتي ياك ديريكتور ديال لي زونتربريز تقدر انك دير الديبلوم ديالك تسب حد البطاقه ديال اوتونتربرونور ديك ودير لا سوسيتي ديال الشركه ديالك فهمت كاين بزاف دابا هو بالنسبه للايكونومي هي بوليفالون هي التخصص اللي كاين عندك تقدر دوز التعليم تقدر دوز اي كونكور جاك دوز دوز بسم الله لما طالب من الايكونومي دوز لاي حاجه بغيتي زعما اي حاجه بغيتي الا الدراسات الاسلاميه غادي تكون عندك تخصص ديالك يعني مايمكنش دوز من الايكونومي للدراسات الاسلاميه لا ميه مايمكنش دوز من الايكونومي لاميتسين يعني تكون ولكن ممكن تخدم بحال دابا نمشي شي بوليكلينيك ولا لوبيتال كتلقى الناس اللي كيكون في لاكاز وداكشي لا جيستيون في الاصل ديالو هو ايكونوميست هذا هو التميز اي يقول لي تقدر تخدم في اي حاجه تقريبا هاد ملي كتمشي لها مشيتو دخلتو مشيتو بلاي ستور ودخلتو واحد لابليكاسيون ديال التوجيه كتلقى اكثر ممكن اكثر من 400 افاق هي قليله ديال ايكونوم كاين بزاف تبارك الله شنو هما التخصصات مثلا اللي كاينين تماك التخصص اللي تقدر دير واش كاين غير واحد ولا كاينين بزاف قلت لك شنو هما التخصصات اللي كاينين تماك اللي ممكن دير الدراسه ديال دابا من بدا من بريمير اني حتى كتسالي حتى كتشد مثلا ماستر شنو هما التخصصات اللي كيكون اللي متاحين لك دابا شنو كاين دابا خصوصا العام كنا ولا باشلر ياك دابا نهار كنت شديت الباك ديالك تقيد كتختار واش تمشي باشولي كتبقى باك بلس 4 يعني تاخذ وقت على السن غارق ديالو كتسمى باشولي ولا تبقى 3 سنين مع لافونتاج اللي كاين على الباشولي ان تقدر تكمل ليتي ديالك في لا فرونس ياك مي عندك هذا الشهر حتى اللي ايسونسي يقدر يكمل ليتي ديالو في اي دوله في اوروبا ياك في العالم كاع دي زيكونوميست كيبغيو كيعرف لا برونسياسيون كشي مزيان كتعلم مع الوقت وخا تكون بالنسبه لهذا وخا تكون كلخ بالفرنسيه بزاف منك كتعلم حيت لي كاع لي موديل كلشي بالفرنسيه يعني العربيه ما كتبقاش تسمعها كتسمع ديك السلام عليكم ديال الفرنسي وصافي شي حاجه اخرى لا ياك كتاخذ بغيتي قلنا تاخذ الدوك ديالك تكمل بليسكا ولا لينسا ولا لانسي جي ولا بزاف ديال زيكول كاينين بزاف ياك ولا تاخذ لا ليسونس ديالك تمشي تقلب على الدوز ديال الكونكور بحال دابا ديال لي بونك ديال لابوست ديال بزاف كاع لي زاد ادمينستراسيون بيبليك كيبغيو الناس ديال ايكونوميست كاع الادارات العموميه وهو حتى البخيفي موجود ديال ليزاسورونس بزاف ممكن انك ما بغيتيش دوز هذا في 3 زماني كتقاسم شو الشعبات كاين ليكونومي ياك اقتصاد وعاد كاين جيستيون كاين تدبير كتقاسم شو الفرق بيناتهم الناس انا ديال جيستيون حيت لا جيستيون هي ماشي صعيبه شويه صعيبه حيت علاش فيها البخاتيك بزاف لي كالكول بزاف مي ليكونومي فيها غير هذا تيوريك فيها غير الكلام ولكن شنو الفرق بيناتهم دابا نظريا شنو الفرق ما بين جيستيونير و ايكونوميست الفرق ما بين انك جيستيونير يعني تقدر من 3 زمان باش تخدم في اي اداره ياك ولكن بالنسبه ليزيكونوميست باش تكون عندك واحد بلاتفورم زوين خاصك بزاف منك دير الماستر دابا بالنسبه لصحاب ايكونوميست يعني كيكون عندهم غير موديل واحد اللي فيه لي كالكول ولكن بالنسبه لصحاب جيستيون نون في 3 زمان كاينين في الاس 5 يعني الدوره الاولى في الطوال الزمني عندك عاد لي موديل براتيك وفي الدوزا في هذا وفي الاس 6 يعني الدوره الثانيه ديال الطوال الزمني عندك بي اف او بروجي ديتيد بالنسبه لصحاب ايكونوميست ما عندوش بروجي ديتيد هو بحث التخرج وهذا وكاين دي زوت ليكونوميست ما كيكونش عندهم بروجي فان ديتيد ثوازيام اني كيكونش عندهم بروجي فان ديتيد وكيكون عندهم غير ميموار عادي وما كيكونش عندهم حتى لا سوتنونس حنا عندنا سوتنونس اوبليغاتوار كليين دي بروف كيكون لهم كيكون علاش هما زعما ما كيكونش علاش زعما هما ما كيكونش عندهم بروجي فان ديتيد ما عندوش بروجي فان ديتيد كلشي تيوريك ولا شنو
حيت حيت عندهم غير المهم غير عندهم غير الهضره، ولكن الهضره قلت كاين فيها هذا عندهم حتى التخصص ديالهم، يعني هو عارفين انه غادي يكمل غيمشي ديالك في مخصص ديال ماستر، يعني مش انه يخدم نسبه قليله. علاش؟ حيت هو غادي يدير ماستر، غادي ملي كيمشي ديال ماستر عاد كيدير التخصص، عاد يخرج يدير فاتيشي ديال ماستر. ولكن بلاتي دابا مثلا دابا باش كتخسر، باش كتخسر زعما واش تولي في الجيستيون ولا في ليكونومي، واش من بروميير اني ولا دوزيام اني ولا شنو؟ تخوازام علي تخوازام اللي عامل غيكون على تخوازام علي كيدير واحد ديلي ديال امو باش كتختار. بالنسبه لك دابا في لي ديبي بلاني تقريبا في المو في لافان مونف هما اش كيديروا كتبغي يجيب هما كيدوزوا اوتوماتيكمون جيستيون، وكتجي انت كيلوحك واحد الفيش كتقيد بغيت تولي ايكونومي، ملي كتمشي لانفي باغاج ايه ملي كتمشي ولا لا ليس ديال لي زيكونوميس كتلقاهم ملي دي باسبور ماكسيموم كيكونوا 200. ولكن بالنسبه لينا حنا دي جيستيون كنكونوا دو سيكسيون، وكاين حنا 1800 بيرسون في دو سيكسيون، يعني كل سيكسيون فيها هذا فيها 750 طالب تقريبا، ما بين 700 و 800 طالب ديك هي 900 على حساب 750 طالب. شنو ما مثلا انت قلتي واش داير دير جيستيون ياك؟ دير جيستيون اش كيقول لك؟ شنو من المواد اللي كتقراهم تماك؟ بالنسبة لتخوازيام علي عندك دغوا دي زافير قانون صفحات، عندك ريشيرش اوبيراسيونال انفورماتيك جيستيون، هاد لا ريشيرش اوبيراسيونال انفورماتيك جيستيون هو كدير هذا هو كيعطيك واحد بروبليم هو كلها براتيك ياك، هي بازي سير لا جيرا اللي كتقرا في كاع لي زوتو لي زفاكيتي وليك زيكول ديال ملي حيت البروميير اني كتكون كتكون جيدا مشترك، يعني لا جيرا لا راليز فوبا لا بريبار دي تيكو كيفاو الو غاتك شي كامل كيتجمع لك داكشي اللي لقيتي في دوزان كامله كتمشي العام الثالث كيتجمعوا لك واحد الموديل كيجمعوا لك كتلقى لا ريشيرش اوبيراسيونيل يا فورماتيك جيستيون تزادت عليه هذا العام ما كانش كتلقى بحال داكشي اللي كاين في فاكيتي دي زانفورماتيك كتلقى سيستم جافا اس كيو ال دي دي ام دي لوجيك هادو سيستم دي سيونس خاصة بالانفورماتيك، ممكن دير لهم واحد البروغراماسيون باش تكون كتشوف هاد لونتربريز ولا هاد الشركة واش غتربح ولا غتخسر، كتلقى الكا انها انت غتخسر وانت غتربح باش انت مابقاش في البروبليم بحال كدير ديتيود دي بروجي كدير دراسة المشروع، ولكن اون سيستم دو كالكي هذا موديل واحد من اصعب لي موديل. كاين الموديل الثاني لا جيستيون فينونسيير، هاد لا جيستيون فينونسيير حتى هي عندها نفس هو التدوير المالي ديال الشركه قبل ما تبدا الشركه، ملي تبدا الشركه حتى كدوز خمس سنين وكتسالي هذاك البروجي الاولاني ديال خمس سنين كدوز بروجي، يعني كتبحال انت كدير واحد ليتيد دراسه ان لونغ تيرم مده طويله ديال تقريبا 10 سنين بروجي ديال الشركه، واش كي غتمشي الشركه من 10 سنين سواء عندها لي شيك سواء خساره سواء وعاش كاين زعما موديل سي هذا جيستيون دي ريسورس هومان هو الموارد البشريه، يعني كتدخلوا اي اداره دخلت فيها كتلقى الموارد البشريه هي اللي كتكلف بهذاك الشيء كامل اللي خاص بحالك تقول هي الدار ديال هو مول الدار هو اللي كيصرف هذاك حيت هو كيتكلف بالماتيريال ولي هذا لي مان دوفر، يعني هما الناس اللي خدامين تما لي سالاري موطاف هو اللي تيتكلف بالجيستيون تاعها لا جيستيون ديال الانتربريز. وكاين ماركوتين، هاد ماركوتين كيقراوها في دوزيام اني تخوازيام اني، ماركوتين تخوازيام اني ابروفوندي، ماركوتين هي كل ما يتعلق باشهار الشركه كاع الشيء اللي كتشوفوا نتوما لي ريزورسيون ديال الميديا وداك الشيء الميديا كامل داك الشيء ديال الاشهارات اللي كتشوفوا واخا يبقى اشهار الزنقه هذاك الشيء تاع ماركوتين عنده بزاف ديال ليزيتود ديال فهمت كنت ومهم هادو اللي عندهم في تروزيام اني ياك لا هما كاينين سته ديال الموديل سته ماشي جوج ديال دابا سوسيمال ولا جيستيون فينانسيير وبنا ريشيرش بيرسونيل انفورماتيك جيستيون وباقي هذا حيت انا مابقاش عندي بزاف كاين ماركوتي حتى هي هادو هما ليسونسيال هما المهمين. وكاين لا فيسكاليتي، لا فيسكاليتي هو الضريبه اللي كتخلصها السوسيتي عليها على لي سالاري وعلى البرودوي اللي كتاخذ انت اي حاجه اي منتوج شريتي انت واخا يكون غير مسكر راك تخلص عليه حتى فيا هيك لا تي في كتشال كتبدا من الاول حتى الاخر. كاينه كاينه مونسيير يعني شهريا وكاينه تريمستريال ديال كل شهر
بسم الله المرحب وكينا عالية ديال العام هذيك نقاسم على حساب كل شركة بحال كينا لياس هادي ديال العام وكينا لي ديال كل شهر ديال الناس اللي كيخدمين عندك هاو سميتو في بريمير و دوزيام اني شنو هما لي موديل اللي كيكون عندكم مثلا مع الدخله شنو هما لي موديل اللي كتقراو مع بريمير في بريمير اني في الاس ان كتقرا واحد الموديل سميتو الميكرو ايكونوميك يعني اقتصاد جزئي يعني متعلق بك انت يعني انت كيفاش دبر راسك على حساب فلوس اللي كتاخذ في النهار حساب المصروفيات كاينه لونغ كوميونيكاسيون يعني بحال الشيء اللي كتقراو في الباك ديال الكوميونيكاسيون بحال اي فارياسيون اللي كتدير فرونسي علاقه كيفاش تدير الكوميونيكاسيون وكاين هذا الاناليز ماتيماتيك يعني بحال المعدل البكالوريا بحالو كتمشي كتلقى كاين بالنسبه هذا المات بالنسبه للناس اللي كانوا ساينتيفيك عادي علوم كيبقى شي مشكل كيلقاو المشكله شكون الناس اللي زيكونوميست اللي كانوا ايكونومي خدي الباك ايكونومي ولكن كتعلم كلشي كيتعلم ماشي مشكل وكاين عندنا هذا الماناجمنت اداره الاعمال ياك راها ياك وكاين الاستاتستيك هو الاحصاء كنت كتقرا في 4 ايام و 5 ايام و 6 ايام و 4 في السباق ما كتقراوش لهم الاحصاء مي هذاك ستاتستيك هو كدير به واحد اليوتيوب داك الشيء كتقراه حتى هو كتقرا هاد هما لي موديل ديال البروميير ان الاس ان يعني الدور الاول البروميير سيمستر دوزيام سيمستر ما كيتبدلوش لي موديل ولا كيبقاو نفسهم دوزيام سيمستر كتقرا الميكرو 2 وكتقرا لونغ 2 والمانجمنت 2 المهم نسيت اهم موديل اللي كتقرا في الاس ان في اس 2 اس 3 و اس 4 ولا كونطابيليتي جينيرال داك اللي كيفاش كيخدم في دي سي ار يعني كونطابل المحاسب ولا كونطابيليتي جينيرال فيها بزاف ديال لي تريتمون بزاف ديال هذا ديال لي كالكي ديال البيلون الجورنال لي فاكتور لي زيفي كوميرس لي زيفي دو شانج بزاف ديال الحوايج كيفاش كنتعامل انت كبيرسون اولت عندك شركه كيفاش تتعامل مع الدوله باش الفاكتوراسيون ولا الفاكتور اللي كتمشي حتى كارفور ولا اسيما كيعطوك هذيك الفاكتور كتعلم انت كيفاش كتصايبها مانيالمو فهمتك كتزادكم في الاس 2 كتزاد هي قطعتك كتزاد الماكرو ماكرو كتحول انت في الاس 1 كتشي الميكرو هي كتقرا اصلا الميكرو 1 والميكرو 2 الاس 1 الميكرو 1 والاس 2 الميكرو 2 كيتزاد الماكرو هو اقتصاد جزئي كتقول الكلي ماكرو كتقرا على الدوله اقتصاد الدوله كيفاش كيمشي وفي الدوزيام اني شنو كاين عاوتاني كاين شي حاجه مختلفه على هذا الشيء ولا حاجه دابا زوين في لافاك ياك لي فاكيتو كاملين يعني انت في الدوزيام اني بحال كتلقى شي حوايج جداد هما عندهم علاقه بك شي لقيت في غالي ولكن بحال كل عام كتبقى في عامين حيت عندك اس ان السيمستر الاولى كتبقى في دي موديل والسيمستر الثانيه في دو موديل يعني كتكون دي سامانيك تولي اس 3 ياك اس 4 اس 3 كتبقى في لا موني مونيتير يعني الفلوس كيفاش تجاو انت علاش شنو السبب علاش داير الفلوس يعني كتبقى لي ستوار ديال الفلوس بحال كنقراو الاجتماعيات ولكن اون تيرم دو فرونسي وداكشي عام وكتزاد مع لا كونطابيليتي اناليتيك لا كونطابيليتي اناليتيك هي محاسبه تحليليه حتى هي فيها دي بوكو دو كالكيل غير هي لي كالكيل مختلفين في الاول كتخدم الجورنال داكشي لي فاكتور يعني كيسموا لي كونطابيليزاسيون نورمال يعني داكشي لي عادي وسامبل ولكن ملي كتلقى كونطابيليتي اناليتيك كتولي انت كتحسب الحساب ديال الشركه كيفاش خاصها تخدم انت غتخسر ولا انت غتربح وديما انت اصلا كنقلبوا على هذا هو كونطابيليتي اناليتيك المحاسبه التحليليه هادشي كتلقى واش كتعزز راسك بهادشي خاصك دير لي ستاج ديما غتزاد لاموني كنا لاموني كونطابيليتي هذيك بالنسبه للاناليز اللي قريتوها في اس 1 ولا الجبر في اس 2 ولي ستاتستيك شو كامل كيتجمعوا كيقولوا في التوازنيح في الدوزاميح الموديل سميتو لي شونتوناج ليستيماسيون حتى هو عنده نفس التيرم ديالو كنديرو دي سيتي ستاتستيك يعرف دي بروبليم ديال لي ماشين وقع فيها مشكل ديال لا ماشين خاصك تحسب يمشي وقع بروبليم وعلاش وقع كامل كتزاد معاها كنا الكونطابيليتي اناليتيك لي شونتوناج وكاين كتلقى واحد الموديل سميتو بروبليم ايكونومي المشكل الاقتصادي لا بروبليم ايكونومي حتى هو نفس الشيء كيعطيك واحد البروبليم لا بروبليم ايكونومي كتلقى ليفوليسيون اندستريال الثوره الصناعيه ليفوليسيون ايكونوميك الثوره الاقتصاديه يعني بحال كشي اللي قرينا في الاجتماعيات ما بين الكاتريام حتى السيزيام غير كشي اون تيرم ايكونوميك اقتصادي هاو دوي على انت كانت تطور علاش ولا كان دوخ كان ذهب هو لا موني كتحول الموني هي الملحق يستعملوها ياك كيتبدل هذا الشيء يعني كتبقى بحال النمو ديال الفلوس كيفاش بدات وتا تبدلات هي البروبليم ايكونومي كونموني ايكونومي مونتير ريجيستيون يعني نفس الشيء نفس الموديل
غير كل واحد بحال كيقسموا لك الموديل على جوج كتلقى كل موديل فيه بزاف يعني خاص تقريبا كل موديل راه فيه ليفر ليفر ديال لي زانفورماسيون. وكيفاش مثلا كيفاش اش كيقول لك مثلا شنو اكثر ماده زعما احسن موديل جاك في هاد السنين كاملين دوزتي هنايا اكثر واحد زعما استمتعتي به عجبك؟ اللي كنستمتع به هو الكونطابيليتي داكشي ديال الحسابات كيعجبني خصوصا كيعجبني المات بزاف يعني داكشي بحال هذيك الفاكتوراسيون كيفاش كتصايب لا فاكتور كتحس راسك بحال انت فشتي وصلتي لا فاكتور ديالك داكشي كديك مزيان. اصعب واحد كتلقى اصعب واحد في 3 سنين كامل شكون اللي كيدير المشاكل بزاف الدراري اللي كيدير لهم معقده ولا جيستيون فينانسيير ولا ريشيرش اوبيراسيونيل هذا كاين اللي دابا ياك غير الاشكال فهمتي كان شي حوايج كان ديك كوب خوف انه كيحتاجوا هذا الموديل دابا ما بقاوش وقع هذا البروبليم المغرب كامل عرفها ياك هذا البروبليم كاين لا ريشيرش اوبيراسيونيل انفورماتيك جيستيون ولا جيستيون فينانسيير هاد الموديل يعني راهم كلشي ولا فيسكاليتي فيسكاليتي تخوا موديل هما لي موديل اللي قاعد صحيح ديال بصح ولكن كتبغي تكون اجور حيت لا فاك راه كتدخل بحال فهمتي ما كتقدرش تدخل ما تدخلش انت ودامرك المهم تكون لو ريسبي ملي تدخل لونفير دير لو ريسبي تاع البروف ديالك وما ديرش لي بروبليم حيت كو جون بروف راه كيشرح في الكور ياك بنادم ما تسوقش ولكن نهار الامتحان فين كيبان شنو كاين يعني انت ملي غادي تشوف لاباك غاتبان لك البيف تاع الباب وكشي المهم غادي يبان لك لو بيانيتر هي غافاه هي غاتبان لك يعني انت ما خصكش تسوق هذا الشيء دخل اقرا والميزه الزوينه تما في لاباك هنا كاين واحد لابيبليوتيك كبيره يا بصح توقف كبيرة مزيان يعني فيها أكثر من 500 فيجو يعني تقدر تخدم على راحتك. فهمتك. وشنو مثلا المشاكل اللي كتلقاهم مثلا شي واحد في بروميير يعني معاك كتدخل شنو أول مشكل تضربك الأول؟ لا بروبليم لو كروند بروبليم ديال عاد المغاربة كامل صراحة لا بيبار دي ماروكان هذا البروبليم اللي كاين هو الفرونسي. كيبان لك دابا فرونسي انه ديك دابا لون تيرم ايكونوميك يعني كشي الكالكيل تقدر تخمق على الاستاذ الكالكيل في بلي هذا بلي فورمين علاقات ولكن ممكن تجيب لهم تجي تعطيه كوب كامل تشرح ليه يعني كيلقاو بروبليم يعني انت مشكل من غير زعما مشكل ديال اللغه المهم لكن عندك ما عندكش مشكله فرنسيه يعني صافي غاتسيف بها البروبليم اللي كاين الاخر هو الناس اللي كانوا ايكونومي ما قاريش الماثيماتيك ما قاريش الرياضيات كيبقاو يعني ما عرفينش اللي كان كاين وما بين لي بروبليم اللي كاينين بزاف كيوقعوا فيهم الناس انك يعطيك دابا انت كنت كتسمع 100 درهم 200 درهم 500 درهم 10000 درهم دابا كتسمع 1 مليون درهم يعني 1 مليون درهم هي 100 مليون هذه يعني كتسمع اقل نمبر تقدر تلقاه هو 1 مليون درهم وغادي طالع يعني انت كيوليك عندك عدد في 9 اصفار في 9 يعني ما نولفش عليه خاصك فيريفي الكالكيل تكون ريزونابل تكون عقلاني كيفاش تجيري انت داك الكالكيل حيت انا الامتحان كيعطيك بروبليم قداش ناهو كيعطيك بروبليم في نص صفحه عاد التخراج ديالو والله حتى كيوصل على حساب الامتحان كيوصل حتى 300 صفحات هو غير نص صفحه ديال ليزانفورماسيون كيوصل 300 صفحات كيعطيك كيسيون وحده في كيقول طاف خافاي افير في ليزابليكاسيون نيسيسير صافي هو السؤال انت خاصك دير لك شي راسك انت خاصك تعرف راسك شنو خاصك دير كدوي لون شوال سي بي سي لي فاكتور المهم داكشي كامل بزاف ديال بوكو دو شوز كاينين. وشنو مثلا القول مثلا تعلمتهم مع الوقت ديال كيفاش زعما كيفاش تفاليدي زعما تسهل زعما بالنسبه لنا دابا باقي الله داخل شنو من النصائح اللي تقدر تعطيها زعما نصيحه زوينه زعما في القرايه ولا في التف بيرسونيل ولا في كاع لي دومين زعما بعد اول نصيحه بعد ليا على البيفات هو كنقول لك البيفات راه هي هذا هي قهوه كاين قهوه تما كاين قهوه بزاف خاص كتمشي قهوه كتمشي لك هنايا في قهوه عاديه كما قال السنه دابا في الحركه كتكونسومي 10 دراهم ولكن ما كنتش لاقاك كتسمي 3 دراهم وجلست انت النهار كامل ما تسوقش فهمت كتعاصر عليهم تما فهمتي وكيبان لك شي حوايج اخرين ولاد وبنات مجموعين هكشي يعني انت لو بقيت جالس تماك البيفات هكشي مشيتي فيها هذه النصيحة الأولى تبعد ودير الصحاب بزاف ما تفوتش الماكسيموم ربعة يعني تسوى هذا كامل هذه أحسن وثاني حاجة نهار الأول اللي تمشي تولي تدير معاك ورق بيضين يعني الشيء اللي كيقول بروف ولي تكتبو عيش شوفو ليكم يعني تدير معاك التحضير دير دفتر واحد كبير سات فورم ياك ولا روجيستر دير في لي زانفورماسيون ديالك واحد الحاجة ها هي هذه مذكرة كل عام كل سمستر كتشري واحد
علاش؟ حيت كل سيمستر كتعلم حوايج جداد وما تبطلش حيت تبقى على خير صراحه. انت هما ما يستوقفوش لك ما تجيش ولكن عام امتحان كتعرف علاش؟ حيت الهضره ديال البروف واخا يعطيك بوليكوبي باغفوغ بوليكوب والله الا توصلت ل 500 باج ولكن هذيك الهضره اللي كتقول البروف هي اللي كاينه دابا زوينه في كل سيونس كتحط قدام بجواقات غاديين ايه كتقدر كتعمل فيهم ثلاث صفحات حتى اربعه باغ فوا لي موديل فين كالكيت كتعمل ست صفحات ملي كتجي انت فين وصل عندك واحد واحد ديغي دي بريباراسيون ديال 15 جوغ ولا شنو كتلقى راسك نتايا صايب حد هذا مصايب ولك الريزيمي ديالك ديال كل حاجه صايب ديال الريزيمي اي كلمه خير لك بروف قيدها ما فهمتيهاش تليفونات كلشي كاين ديك ديال السكسيونير ديالك باش تفهم حتى ما درتش هكا وما كنتش اجور غاتوحل يابس غاتوحل يابس صراحه ما تسمح لا سميتو شو شنو زعما التجهيزات اللي كاين في المدرسه شنو زعما غير لي زونفي وداك الشيء شنو اللي كاين غير لي زونفي شي كاين صراحه شي كاين عندك لي بيبليوتيك الكتابات فهمتي تقدر تمشي سوا عندنا حنا حيت عندنا انيفرسيتي حسن اه داك الشيء حداك لي فيستي حداك لي هذا زيز داس لاسيان فيرمي ايدو زيز داس بور كاين ديال المعلمين فهمتي كل فهمتي يعني يكون يعني بغي كاين الجراج فهمتي يعني فين بغيتي تمشي ترتاح تراجع تراجع وكاين حتى السيت الحي الجامعي يعني واخا الحي الجامعي ماشي اوتوريزي كلشي غير الناس اللي تقيدوا جامعي عندهم قايدين مايمكنش ليلا ممكن كاين واحد المراقبة فوق يدخلوا الدراري الحي الجامعي على كان شي كور كان البارح الكور مع 9 الصباح يعني داو تزاو شي زيتيديون وخلاهم انهم يدخلوا يعني غيستافد والحاجة الزوينة كيكونوا دي زيتيديون قبل يعني تقدر تاخذ لي زانفورماسيون موجودة كاينة البيبليوتيك فين كندرسو حنا المكتبة فين كنت كتقرا وكاينة ليبيغيغ ياك المكتبة فيها لي كديري لا كارت ديتيديون ديالك كتاخذ أي كتاب بغيتي غتلقاه تماك غير أنت خصك تكون باغي تقرا يقول كين عندنا كين عندنا كين السعر كبار اللي نظلم في المتغاشات زوينة صراحة كين شوية زوينة وكين ناقصين وكين على الحساب تولون في الحساب المهم بزون في غير ولون زياني كيف هذاك السونيزاسيون لي بروجيكتور هذاك الشيء يعني انت خاصك تقيد بروف كي دوي باغ ميكرو كيكون ليفيكتيف ونصح لي زيتيديون ان شاء الله قاعدوا غير طلعوا يشدوا الباك يمشيو السوا مشو اي ايكو ولا انيفرسيتي عمرهم كيفوتوا ربعه لي غونجي الاولين يعني ربعه اركب بحال كما كنقولوا هما كيقولوا الطاولات اللونين ما تفوتهمش حنا ما عندناش طاوله عندنا مدرج كبير كيبان يعني انت ديما جلست نجي قبل الوقت وجلست قدام وحاول فهمت دير راسك مع البروف واخا بالك بنادم داول الشيء ما تسوقش انت يخدم مع البروف انت تاع لا فامي تاع لا سيونس عندك دي كيسيون تسول تقدر تسول الوسط لا سيونس ياك وهذا تسول لا سيونس عادي ما قراش شي شمتي تاع لا خاوه سير عنده ياك مهم خذ لي زانفورماسيون ديالك وماش تبقاش تقابل انها جامعه ما تمشيش للجامعه على اساس انك غادي غادي السياحه حيت باغ فوا كنت ديجون انهم كيمشيو لافاك ولا لا غادي نفهمتي غير بحال غادي السياحه وصافي ما غاديش يقرا ما فهمتش هاو في سير كمل كمل والمهم كاين المسجد كاين التيران كلشي كاين وكاين واحد الحاجه سميتها اوناكشيس ياك يعني بروجي سوسيال بارتناريا يعني كاين بزاف تعلم حوايج زوينين صراحه الشيء اللي كنت بغيت نسولك باسكولير شنو كديروا زعما في لافاك ها باسكولير كيديروا مي كيقراو لي زيكزام كيديروا دي زاكتيفيتي الناس باش يراجعوا معاهم ياك وكاين اناكتيف كيديروا دي بروجي سوسيال كيخدموا عليه كتلقى في كاع لي زاناكتيف ديال العدل المغرب كامل وباغفوا حتى ناسيونال ياك كيكونوا جايين من دول اخرى كيديروا واحد البروجي فهمتي كيعلموهم انه كيفاش تصايب البروجي ديالك كيفاش توجد البي اف او هو البروجي دي فاديتي يعني ياك وتوجد بحال هكا كيفاش انت تكون انك ان بيغسون كما كتعاونك في الكومونيكاسيون كيفاش تكون ان بيرسون يعني واثق من نفسك يعني كيفاش تكون تقف مع قدامك حد اكثر من 1000 ايتيديون كيفاش تدير قدامهم بزاف وكاين بالنسبه لهذا كاين حتى اللي كيديروا لا تياتر مسرح كاين بزاف ديال الاكتيفيتي كاين كوم اكتيفيتي سبورتيف ولا لا وكاين عندنا هذا سبورتيف ودابا ولا متخصص كرو سبورتيف ولا مع ايتوازيس ايدوزيس ايدوزيس واش كتريديو معاهم ولا شنو لا هما حتى ديالهم ما عندناش حق ندخل معاهم حيت هما بحال كلاس ولكن انه كاين هذا كاين عندنا حتى السيدي الخاليه ديال متخصصه كاينين ديال كيختاروا تيشون اللي غيلعبوا معاهم وانت اصلا دابا تماك باش مزيان يعني تقدر تمشي مع البروف اللي كاين تما يعني بغيتي دير البروف كيجيو الناس يلعبوا عادي يعني ماشي مشكل كاين سبور كاين ممكن ديروا حتى لي جورني سبورتيف بحال اللي كتكون في لينا لينسام
يعني بحال عادي بحال ليزار كتشاركوا معاهم انتوما معاه كيكون عادي هادشي ما كيكونش بزاف ولكن خاصك تكون انت تقلب على داكشي يعني انك دابا تولي ايتيديوم وتولي من تلميذ وطالب يعني انت اللي كتقلب ماشي انت هما اللي كيعيطوا لك يعني انت خاصك تمشي تقلب على راسك شنو بغيتي باش تقيد ولقاه هما اللي كيراقبوك تنقل هادو هما الاسئله اللي عندنا نشوف الا كاين شي واحد عنده بال عنده شي سؤال بغي يسولك زعما نحن ما يبان لنا في الكومنتات او شي صافي لا ما صيفطش صح حنا دابا واحد شويه غادي نسمعش مزيان قلت لك احنا دابا كنتسناو زعما اللي صيفط شي واحد شي كومونتير لا مرحبا بك شي يسولك على شي حاجه ولا ما كانش راه صافي نحبسوا دابا واحد الشهر كيبان لي واقع ما كاين حتى شي واحد يا خمسوني اخي مروان شكرا بزاف اخي مروان على التدخل ديالك مرحبا اخي مروان الله يحفظك السلام عليكم نشوفكم مره اخرى ان شاء الله نعم. Thank you.